نفتح الأداة بالبداية، بعد ما تفتح معنا الأداة بشكل كامل نتوجه لإنفينكس، بعدها نكتب نوت 7 في البحث، ننزل لجهاز نوت 7 نختاره، بعدها نختار خيار إريس 4B فروم. الخطوة اللي بعديها راح أترك لكم هون، أكبر الشاشة. جهاز طفيناه زي ما أنتم شايفين، خلينا وضع الإطفاء، نضغط خفض الصوت ورفع الصوت مع بعض كبستين مع بعض، ومباشرة نشبك الكيبل، نترك الجهاز، ننتظر لغاية ما يخلص. ياخذ من دقيقة لدقيقتين ليشبك مع السيرفر ويرجع يعطيه الملفات ويمسح الملفات كاملة الموجودة على الجهاز. زي ما انتم شايفين اخذ الامر، حمل الملفات، عمل اريس اف ار بي، تمت العملية بنجاح. بعد ما فتح بشيل كيبل، بعد ما خلص بشغل الجهاز وانتظر لغاية ما يفتح، اتأكد انه فتح 100%. نكمل الاعدادات، زي ما انتم شايفين فتح الجهاز بشكل كامل. هاي بدك تشوف اصدار التليفون، حاب تعرف اصدار التليفون، هذا هو اصدار التليفون عليه اندرويد 10. اندرويد 10 طبعا يا جماعة. بالنسبة للتعريفات، يعني في كثير بحكي لي بضغط خفض الصوت ورفع الصوت وبشبك الجهاز بس ما بيعطيني على الكمبيوتر. أنا شرحت في عدة فيديوهات طريقة تنزيل التعريفات، شرحتها بشكل كامل مفصل، يعني زي ما بعملها على جهازي بالضبط. هاي الفيديوهات موجودة في القناة، يعني طلعوا هون تشكيلة الفيديوهات تقريبا، حتى الأجهزة موجودة فيها تشكيلة كاملة. بتقدر تروح على قائمة التشغيل، من قائمة التشغيل هون بتروح على سوفتوير موبايل والكترونيات FRB. لو فتحتها بتلاقي هون يعني مش بس شرح للأدوات، هون بتلاقي مثلا MI Cloud بوكو M3، هنا تخطي واي 5 لايت، هنا اوبو اي 5 اس، هنا واي 7 17. يعني بتلاقي هنا برضه الاجهزه، يعني انا الاجهزه اللي شغالها، واذا كان بدعم اكثر من جهاز بنفس الطريقه بكون شرحها. حتى لو اداه اخرى
يعني غير الأداة اللي أنا بشتغل فيها، أداة تكون مجانية برضو بحط الأداة وبحط بالوصف تحميلها وكذا. وما شاء الله عنكم يعني بالتعليقات، حتى الناس اللي بتدخل وتحضر الشرح وتمام تيجي تحمل الأداة وبكون في مشكلة بالرابط بكتب لي بالتعليقات وأنا بصلح الرابط، وأنا مبسوط كثير إنه في ناس بتتابع، وحتى لو الرابط ما اشتغل معه ما بروح بدور على فيديو ثاني، بكتب تعليق إنه الرابط مش شغال أو في مشكلة إذا كان فيه طبعا، وأنا مباشرة بصلح الرابط، لأنه مستحيل أكون شارح أداة كاملة لشغل ويكون الرابط مثلا فيه مشكلة. بس بتعرف الروابط كل فترة يعني من التحميلات ومن كذا بيوقفوها وكذا وبتتغير، أو يصير تحديث بلتغي الرابط القديم فبضل أجدد الروابط. فأي حدا بتصادفه أي مشكلة بالروابط أنا يعني ما عندي مشكلة، مباشرة بس بلغني وأنا بحل المشكلة، يعني بشيك على الرابط إذا ما اشتغل معي مباشرة بغير الرابط وبحمله من جديد. طلعوا هون يعني عندكم تشكيلة كاملة للأجهزة بشكل كامل. هون هاي شرح الأداة TFT، انت اذا نزلت التعريفات زي ما هي في الفيديو هذا انت الMTK راح يشتغل عندك مباشرة تلقائي، يعني ما بده اي غلبة نهائيا، بس امشي على الترتيب. انا في الفيديو بشرح انه نزل هاي اتركها اخر اشي. ليش بحكي هاي اترك هذا التعريف اخر اشي؟ لانه هذا التعريف بتعارض مع تعريفات ثانية، لما تنزله اخر اشي فبياخذ ملفات ابديت لحاله، فمعظم الاجهزة بتشتغل، يعني بصير 90% من الاجهزة بتشتغل، بس في اجهزة لازم تغير التعريف عشان يشتغل على الجهاز، يعني بيكون الجهاز لازم تعدل بالتعريف عشان يزبط او تعرف هذا الجهاز لوحده. فهاي الشغلات انا بشرحها خلال الفيديوهات، يعني هاي عندك تاب لينوفو، وهذا مشكلة كبيرة كان للناس اللي الأجهزة تاعت اليونيسف الأونوروا حليناها بضغطة زر واحدة، يعني مباشرة بفتح التليفون. تعاد تخطي الآي كلاود، تعاد هون شرح كامل. هذا الفيديو فيه شرح، يعني يا جماعة اللي بيشتغل على الفيديو من أوله لآخره بالشرح راح بالنهاية جهازه يكون كامل للسوفتوير بالأداتين هدول والأداة والتعريفات كاملة. واللي بده يشتغل على أدوات الأبل ضروري جدا يكون نازل على جهازه الآيتونز والثريو تولز. أنا شرحت تنزيلهم، يعني أنا في الفيديوهات اللي هون تاعت الأبل شرحت إنه لازم تنزلهم، وأتوقع تارك كمان روابط تحميلهم، روابط تحميل الآيتونز والثريو تولز من الموقع الرسمي. هذول البرنامجين يعني خصوصا الآيتونز بينزل لك تعريفات الأبل على جهازك، فأي جهاز آيفون أو آيباد بتشبكه على كمبيوترك بتعرف عليه مباشرة، وهذا الإشي مهم جدا. فياريت يا جماعة يعني هاي عندكم تشكيلة كويسة 58 فيديو لمعظم الأجهزة اللي بتصادفنا، يعني انفينكس هوت A30S، يعني هاي الأجهزة يا جماعة اللي بتصادفنا في الهاي. كل ما يجيني جهاز مباشرة بعمل عليه فيديو، أي جهاز بيوصلني بعمل عليه فيديو وبتركه، انه يعني بيجي له ناس، واغلب الفيديوهات مشاهدتها عن طريق البحث او عن طريق الدخول لقائمة التشغيل. لا تنسى الاشتراك بالقناة، تفعيل زر الجرس، تعليق جميل وحلو زيك. وراكم على خير ان شاء الله في فيديو قادم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.